الزوائد الأحمية اللي بتنمو في الأنف حالة طبية شائعة بتصيب ناس كتير وبتسبب صعوبة في التنفس وانسداد الأنف. في الفيديو ده هنتكلم عن أسبابها وأعراضها وإزاي بنقدر نعالجها كل ده وأكتر، يلا بينا. الزوائد الأنفية عبارة عن نمو في بطانة الأنف أو الجيوب الأنفية، ممكن يكون حجمها صغير أو كبير، وممكن تكون واحدة أو أكتر من واحدة، وممكن تنمو مرة تانية حتى بعد إزالتها، وبتؤثر على قدرة الشخص على التنفس. طيب إيه أسبابها؟ لغاية دلوقتي مش معروف سبب دقيق، ولكن في عوامل كتيرة بتتسبب في تكونها زي الحساسية والتهابات الجيوب الأنفية المزمنة وعوامل وراثية ومرض الربو وبعض الأمراض المناعية والإصابة بالعدوى المتكررة. طيب إيه هي الأعراض؟ الأعراض بتشمل احتقان الأنف وانسدادها مع صعوبة في التنفس وضعف حاسة الشم والشعور بالصداع المستمر مع الإصابة بالعدوى باستمرار. أما بالنسبة للتشخيص فبيكون عن طريق فحص الأنف بدقة، وممكن نعمل أشعة مقطعية لتأكيد التشخيص. طيب إزاي بنعالج الزوائد الأنفية دي؟ بنستخدم أدوية مضادة للالتهابات زي الكورتيزول، بتكون على شكل حبوب أو بخاخات، وفي حالة عدم الاستجابة للعلاج بنضطر نتدخل جراحيا علشان نستأصل الزوائد دي. وممكن نستخدم حاجات تانية زي غسول الأنف، وناكل أكل غني بفيتامين سي وأوميجا 3، ونتخلص من العوامل اللي بتسبب لنا حساسية. لو عندك أي سؤال اكتبه لنا تحت في الكومنت، ولو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.